بيعملوا بيها في الجروب. والمادة دي كاملة في السنوات السبع، يمكن عدد المنهج يمكن التقدم للترقية بدرجة كذا وكذا.
المحاضره اللي كنت فيها مثلا سنه 2001 2002 حاجه زي كده. وهو الباحث لو انت رجعت ابحاث هتلاقي يتناول بعض المسائل الموضوعيه اللي تتعلق بالقانون المطبوعات وبعض المسائل الشرعيه اللي تتعلق مباشره بالقانون الاجراءات. يمكن احنا هندرس قانون الاجراءات زي ما قلنا الحمايه الجنائيه التجاريه للصحه. هو هنا جميل برضه الى دراسه او قصد دراسه كبيره على الناحيه الجرائيه. ليه؟ وقلنا اهم حاجه هنفصل بين المحاضر اللي هو المحاضر الان وبين الباحث المؤلف الالف، لان الالف هو الف ظل ظروف زمنيه معينه، ظل ظروف تشريعيه او اقتصاديه ايا كان او دينيه او منافيه معينه، والالف يقوم بتدريس كده. هناك علاقات اختلاف او اختلاف بين الباحث الالف والمحاضر اللي بيدرس. البحث ده كان الباحث اراد ان ياتي بجديد. يمكن كانت موضة أيامها إن إحنا بنتكلم في الوقت ده كنا بنتكلم على الحماية الموضوعية الجديدة. كانت بقى الموضة إن إحنا بنتكلم عن الجرائم الجديدة. كانت الموضة إن إحنا بنتكلم عن الجرائم الخاصة بالتلويث الجديدة. لكن لما الباحث فكر إنه يأتي بجديد في مجال البيئة فكر إنه يفصل الدراسة على الحماية الإجرائية. بمعنى طب لو أنا من ناحية موضوعية ما أعرفش الجرائم ما خلاص حتى يعني احنا مبخمين برسائل الدكتوراه والماجستير اللي اتكلمت في الحمايه الجنائيه دي. ما المقصود بالحمايه الجنائيه دي هي الحمايه الموضوعيه. بقى المقصود بالحمايه الموضوعيه دي ان انا اتكلم عن الجرائم. بقى المقصود ان اتكلم عن الجرائم يعني اتكلم عن الجرائم تلوث الماء والهواء والارض. يبقى كده لما باجي اتكلم عن الحمايه الموضوعيه دي اللي هي الجرائم ما بتناولش غير اعلان الجريمه، الرفق المادي الجريمه كذا والرفق المعنوي جريمه كذا، مثلا جريمه تلويث مثلا اهميه او جريمه خاصه بالمعلومات الضاره في البيئه. كان كل الباحثين بيتكلموا عن الاعداد، كان مجرد شرح عن دون عرض للنصوص. هنا الباحث غلبته فكره التجديد، لان الكتاب دايما ياتي بشيء جديد. وده اعتقد ان دي مهام الباحثين اللي في الجامعه، يعني ما حدش ياتي بالجديد الا مع تطبيق الرؤيه. بس اكيد يبقى عندهم قدرات لغويه او قدرات على الاطلاع على قوانين المقارنه او قدرات على الاستدراك او الاستنتاج. هو اللي لازم يمتحن او يمتحن نفسه في مجالات يصعب على باقي العاملين في الجامعه ان هو يمتحن نفسه فيها. هو اللي عنده هذه القدرات. فهو اطحن نفسه في مجال اطمحته اثره وانعكاساته على المدى البعيد. هو قال لا انا مش هتجاوز الناحيه الموضوعيه، كان سهل جدا ان انت تحكي او انت تتكلم عن الناحيه الموضوعيه، كان سهل جدا ان انت تعرف الجرائم، كان سهل جدا ان انت تاكل من هنا ومن هنا ومن هنا وتنتهي الى نفس الافكار وذاك. ان هو اطعم نفسه في الحمايه الجنائيه الاجراءيه وبالجانب الاجرائي. زي ما قلنا قانون العقوبات اذا كان هو القانون الذي يهتم بالجريمه من حيث السكون في الجريمه الى ان قانون الاجراءات الجنائيه يهتم بالجريمه من حيث الحركه. يعني قانون العقوبات دايما بيرتبط بالناحيه الاستاتيكيه. لان هو الاول الاستاتيكيه قانون الجنائي. ايه انا مش هشرح لك بس الجريمه وهكذا. لكن الحركه بقى ازاي بقى تطلع متاحه تتحقق معايا. الاصل الجريمه كل ده بيتعلق بديناميكيه القانون الجنائي هو قانون الاجراءات. طيب هنا الواحد من الباحث كان في حيرة من الأمر. ليه؟ لأنه ما كانش في حد كتب في حيوان المقام. لأنه ما كانش في حد بيتكلم عن الناحية الإجرائية. لأنه ما كانش حد عارف أنا إزاي بطلت الجريمة. ده ما كانش حد، وأعتقد لحد الآن للأسف ويمكن بعض زملائكم ومحتاج من كتاب البيئة، الجهاز الخاص في البيئة اللي موجود في برج العرب. قال إحنا بنطبق الخط. يعني ازاي بقى اضبط الجريمه بقى؟ ازاي احرر المحضره بالضبط؟ ازاي احصل على العينات؟ ازاي اثبت ان العينات مفرده؟ فاذا ما اثبتت العينات كيف احرر المحضره من المفرده؟ كيف اثبت المفرده؟ كيف ادلل على المفرده؟ كيف انظر القاضي المفرده؟ كل ده البحث او الباحث حاول انه يهتم بيه على نحو زي ما قلنا كان كانه بيقرا في الصحف. ودايما بيقول لما
طالب او ابني عليه. انا الباحث اعتقد يمكن اعرض البحث ده جدا لانه حصل له مشوار ما عندوش مراجع صفحات كتير، وبعدين عمليه تاني، وبعدين عمليه تالت، وبعدين عمليه طالب، وبعدين عمليه طالب افكاره بين امرين، بس هو استطاع من خلال البحث اللي قدامته ان يحصر ومنه في فكره الضغط الخلاص الضغط كلمه كتير. دي الفكره في الاستغلال ان كيفيه ضغط الجريمه البيئيه، لان ضغط الجريمه البيئيه بيختلف تماما عن ضغط الجريمه العاديه. وهو مش بيتكلم عن الجريمه، لما بيجي يتكلم عن الضغط وبيتكلم عن الخصوصيات، عن التعميميات. الخصوصيات دي كان ممكن يستخدم منطقه خطر حوالي الاستاذ القانوني في العقد الجديد. الا ان الباحث قال لنا من البدايه ان هو هيخصص هذا البحث فيما يتعلق بالمسائل الذي يختلف فيه الضغط القضائي في مجال البيئة عن الضغط القضائي في مجال أكبر ليه؟
التي تنتج البترول هتختلف تماما عن الشركه التي تنتج الاسمنت، عن الشركه التي تصنع انابيب الاكسجين، عن كذا وكذا وكذا. اذا انت متصور في كل دول العالم عندك اشتراطات ايه اكثر من كده؟ انت عندك اشتراطات ايه خاصه بتداول المواد الكيميائيه؟ يعني ايه المواد الكيميائيه؟ زي التهنئه. عدد الاشتراطات في ايه خاصه بتداول المبيدات؟ بيتدخل المشرع حتى مش في الصناعيه فقط، في تداولها. يعني ايه تداولها؟ يعني نقلها من المصنع الى المخزن، ومن المخزن الى التاجر الجمله، ومن التاجر الجمله الى التاجر التجزئه. كل دي في اشتراطات، حتى الاشتراطات الخاصه بوضعها في اماكن معينه لازم تبقى اشتراطات خاصه بالتهويه، اشتراطات خاصه حتى التنظيم خاصه. دول العالم كلها بتعمل كده. عشان كده لو قلت لك ان لو كان القانون البيئي فهي الدوله من دول العالم بيبقى كده، الا ان الناحيه كانت بتفتح حاجه كده المشي الطبيعي. لازم لا تترك نشاطا الا وطبع له اشتراطات بيئيه. والاشتراطات البيئيه دي متعدده جدا. خد اي حاجه، اديني مثلا اي نشاط لازم تعمل اشتراطات بيئيه. يعني مصنع لانتاج اي شيء، شركه او ورشه دي صناعه الاساس اللي هو بيقول لك كميه. ازاي انبعاثات الضوء؟ هذه الانبعاثات تجب الا تزيد عن كذا، الاخيره الا تتضمن كذلك او الاخيره تتجاوز شروطات معينه. عشان كده تلاحظ كل الجرائم اللي موجوده في قوانين البيئه اللي في كل دول العالم دايما بيبقى فيها دايما فكره التقويض التشريعي. والتقويض التشريعي بيرتبط بفكره التجنيد. عشان كده لما اجي اقول لك بمنتهى البساطه القانون بيعمل ايه؟ يقول لك كل يعاقب، كل من يخالف الاشتراطات البيئيه المنصوص عليها في هذه اللائحه يعاقب بكذا. ما هو الاشتراطات يبقى القانون هنا حدد الاشتراطات البيئيه ده هو احاز الى اللائحه، واللائحه دي تشكل من عده اتجاهات، عده اتجاهات تقوم على اعداد هذه اللائحه. يبقى اذا الامر القانون البيئه يختلف تماما عن القوانين البيئية الخاصة بأنه دايما عنده حالة في لوائح وقيمة لها هي بتشكل جزء من التجريب. لأن أنا محيط بالاشتراطات فكأني بجعل إن المشرع المسموح اللائحة اللي هي القرار بقى الجوده، سواء بقى رئيس مجلس الوزراء أو قرار من وزير البيئة، كل هذه القرارات وكأنه بيتدخل في التجريب. يعني لما يجي يقول لك يعاقب كل من يخالف الاشتراطات الصحيه الخاصه بانبعاث سائل من مصنع كذا او من اي مصنع ان هي لا تزيد عن النسب المحدده للائحه التنزيليه. يبقى لما يجي في اللائحه التنزيليه يقول لي والله ثاني اكسيد الكربون لا يزيد عن كذا، او اول اكسيد الكربون لا يزيد عن كذا، ايه المشكله؟ يبقى كان اللائحه بتتدخل في التجريب. كل ده بنتكلم عليه وكاننا بنتكلم عن ناحيه موضوعيه، على من ناحيه زراعيه، ومن ناحيه زراعيه دي مشكله. هنا الباحث قصر أو أعتقد إن مشاكله اللي فيه خصوصية في الناحية الإجرائية فيما يتعلق بالنقطة القضائية وفيما يتعلق بالإثبات. إزاي يتم ضبط الجريمة البيئية؟ وإزاي أثبت الجريمة البيئية؟ أما مع ذلك فأكيد مع الوقت احتاج إن أنا وقتها بفكر أو الباحث بتاعته بيفكر في المحاكمة عن الجريمة البيئية. لكن أنا أعتقد الآن إحنا محتاجين قواعد خاصة للمحاكمة عن الجريمة البيئية، يعني قواعد إجرائية خاصة. لانه هنا بيتكلم عن مجالين، مجال الاستهلاك ومجال تحقيق الانتفاع. طيب انا اثبت الجريمه البيئيه ازاي؟ هي اثبت الجريمه البيئيه من خلال قواعد الاستهلاك اللي هي بتتم اولا ثم اثبت الجريمه البيئيه. يمكن وزي ما قلت لكم وانا متعود على كده المحاضر ساعات يوصل ده عارف، واحنا كنا في ماده الاجراءات الجنائيه اعتقد ان احنا خدنا الصدمه والبحث صدم ومالك الصدم في مستوى مع التطبيق ما قلتش حاجه عشان نكون واقعيين. مستوى طالب الدكتوراه هو مستوى بسيط جدا، طالب ناس القواعد العامه، طالب ما اقدرش اسحبه كده واقول له تعالى خش لهذا الباب الضيق. اذا كانش عنده قدره اصلا انه يدخل من الباب العادي، الباب العادي اللي هو القانون البنائي. واعتقد اللي حضروا معانا معنا قانون الاجراءات المحاضره اللي فاتت، اعتقد ان اكتشفنا ده ببساطه، اكتشفنا ان مش الطلاب، كثير من الطلاب ليس لديهم ادنى فكره
عن قواعد العمل قانون الجنائي. قانون الإجراءات الجنائية صح، لما جاب الناس العمل يعني إيه القواعد الخاصة بيه، طعم، طرق طعم، المسائل الوسطية دي. دي الصعوبة اللي هتواجه الطالب وتواجه المحاضر. أنا عشان كده بقول لك مش معقول أتكلم عن خصوصية أو مشكلة متعلقة بالتغطية القضائية وإثبات الجريمة البيئية أو إثبات الضغط الإشعاعي البيئي وأنا عندي طالب لسه بقول له يعني إيه تغطية قضائية وإستنى كده مفتقر أو طب إثبات في قواعد الإثبات وهو ما عندوش، بالتالي أنا بقول له لازم نكون على قدر من القواعد العامة اللي تسمع إن إحنا ننطلق أو ننطلق من الباب العادي هو قانون الإجراءات الجنائية ده الباب الخاص هو البحث. ماشي؟ طب هل أنا المفروض نسيبه كده ولا نقول له يعني نتكلم في تطبيق قضية بشكل عام؟ توازنين تطبيق قضية بشكل عام؟ إيه الفرق بين التطبيق القضائي والتطبيق الإداري؟ بدأنا من أول درجة، مش من أول درجة، من أدنى درجة. حد يعرف الفرق مع منكم الفرق بين التغطية القضائية والتغطية الإدارية؟ إحنا بادئين مش من أول درجة، إحنا بادئين من تحت الأرض. قبل وقوعها، اما الضبط القضائي تنشا مهمته بعد وقوع الجريمه في مرحله المسؤوليه. كلام ده سمعته قبل كده. يعني لما نبقى على المسؤوليه كان وما يكتشفش هيجيب معلومه ولا قاضي، صعب ان انت تعرف المعلومه دي ولا من المعلومات البديهيه. اول حاجه في القانون الاجراءات الجنائيه طبعا. اول حاجه صح. المعلومات اتهموني ان انا هدخل خصوصيه الضبط القضائي للاشعاع بايه؟ طيب يبقى زي ما قلت منكم الفرق بين الضبط القضائي والضبط الاداري ان الضبط القضائي مهمته تبدا بعد وقوع الجريمه والهدف مختلف وهو يسعى الى الكشف عن هذه الجريمه وضبط مرتكبيها. انما الضبط الاداري لما قال وقوع الضبط الاداري وقوع الجريمه المقصود منه منع وقوع الجريمه مهمته تنتهي بوقوع الجريمه اللي هي الحفاظ على الصحه العامه والامن العام والسكان العام صح؟ فالضبط الاداري الضغط القضائي. طب سؤال اخر بسيط برضه وهنبدا يعني طبعا محتاج اكتر. هل مامور الضغط القضائي هم مامور الضغط الاداري ولا في اختلاف بينهم؟ مين مامور الضغط القضائي؟ مين؟ لو بيكون بحوالي كلامك ومش من هم مامور الضغط القضائي؟ مين اللي بيكتسب صلة التغطية القضائية وماذا تمنعها؟ تقرأون الإجابة في السؤال ما رجعت جميل لا طيب جدا بس أنا مش فاهم يعني مش مشكلة طرق إيه؟ طيب مين معمول الضغط القضائي؟ لا استنى
الرقم المطلوب معاه كان طبعا وكتابه ممتاز. طب لما يجي العنوان الكتاب اللي في الشمال رايت اليمين المشكلات المتعلقه بالتوثيق القضائي والاثبات في نطاق التشعب. طب انا عايز اتعرض للمشكلات المتعلقه في ذهن الطالب بالتوثيق القضائي اصلا. برضو اللي وصلوا للتطبيق القضائي العامة
وطبعا هؤلاء نظار سكه الحاجتين العمل والمشاكل ضد التطبيق القضائي العام، بس دوله اختصاص المكان ايه؟ المقيد عمده قريه فهو بس قريه. بعد كده عندك الضبطية القضائية العامة على أنحاء الجمهورية اللي هي دولة اختصاص الشام اللي هم له من المنافسة الضبطية القضائية العامة على كافة أنحاء الجمهورية لطريق المادة 23 منهما ضباط المباني، ضباط السجون، ضباط السياحة، ضباط الأركان، عاملين مصلحة الأمن العام، ومكاتب المديريات زي قسم كافة المخابرات. كل دول لهم ضبطية قضائية عامة على كافة أنحاء الجمهورية. طب ليه على كافة أنحاء الجمهورية؟ لأن قال لك إن عمله تتقاضي إن هو يمتد باختصاصه على أنحاء الجمهورية. ده ضابط السجون ممكن يطالب مجرم هارب زي ضابط السجن في الحاجتين، زي ضابط الهجان حدود، زي ضباط المباحث، كل دول لهم اختصاص مكاني عام شامل. احنا عرفنا مرة الفيديو التكليف اتكلمنا عنها في التنظيمات، اتكلمناش عنها في تطبيق قضايا الاجراءات عبر الفيديو. المسائل دي بتبقى متصله بالواقع اكتر منها بالنظر. عشان كده بقول لكم اوعوا تفكروا ان العقول نظريه، قانون ده مش نظر، قانون ده واقع. يعني الحكايه لزملائكم قضيه القضيه سلاح ضبطها ضباط الإدارة العامة للمخابرات. يعني شوف احنا بناخدها ساعة. ضباط القضائية العامة، ضباط القضائية الخاصة، كلام من ده. لكن لما يبقى رجل المخابرات اللي هو ضباط المخابرات إن هو لم يحكي ذكرهم أصلا في المادة 23 اختصاص مكان شامل. لما يروح يعملوا تحريات على قضية سلاح. طبعا احتاج حدود الاستمرارية. ويروح ياخد إذن على تلك التحريات وبعد الحصول على الإذن يروح ينفذ الإذن فيطلب سلاح. هو طلب تحريات على سلاح. هل ده الإنكار أصلح ولا لا؟ وذلك الواحد في مصر. كل ما ضباط المخابرات هم اختصاص مكاني شامل صح؟ بس مين اللي معنى اختصاص مكاني شامل؟ قانون المخابرات. قانون 182 سنة 1900 كام؟ قانون كافة المخابرات قانون 182 سنة 60. المادة 49 هي اللي منحت ضباط المخابرات الاختصاص المكاني الشامل. قال ايه؟ وعد من الضباط وامناء الشرطة العاملين في مكاتب المخابرات في وزارات العامة المخابرات من مقبول الضبط القضائي الذين لهم حق صرف الضبطية القضائية العامة على جميع أنحاء الجمهورية. بس بصفة تطبيق ايه؟ تطبيق احكام هذا القانون اللي هو قانون ايه؟ رفض المخاطرات. عشان كده لما تيجي تقول لك البعض طبعا سلاح مش شغلك. فاهمين؟ انت خرجت انت لما منحت هذا الاختصاص المكاني الشامل منحته بصفة تطبيق احكام ايه؟ قانون المخاطرات. عشان كده لما تروح تطبق ايه؟ مخاطرات. ودي كانت قضية مصارفة كنا بنتكلم فيها يعني كانت مصارفة كده باستمرارية وتمام. دفعنا ببطلان القبض والتفتيش لصدور الاذن من متصل غير متصل نوعيا. يعني ايه؟ مواصلة من وكيل نيابة القبض الكلية مختص بس صدر لمين؟ لغير متصل نوعيا. هو ده غير متصل ايه؟ لغير متصل نوعيا انت مختص نوعيا تجربة المخدرات واللي مرتبط بيك مكانيا. يعني كنت تروح تضرب. خلي بالكم عشان ما نطلبش معكم الامر انا بس بتاعت حزان عشان تعرفوا اللي احنا داخلين عليه. هو طبيب اللي رايح يضرب
القرارات ولكن القرارات لا سلاح او سيبه ينطق عليه ايه؟ عشان كده كان سهل كده ان هو يعدله القرارات دول وضعها من القرارات عارف لو حركات متواصلة في الناس اللي بتاكل في السناك كان امره سهل والله يا تواصلت حركات ان هم كانوا في القرارات بس مرة نقول عليهم لقينا معهم ايه؟ بيبطلوا صحيح انما لما كانت حاجات ما هو بعد كده على رأي ما احنا هناك بمعنى كده رأي المقدرة بالطعارة ورأي أي جريمة في أي جمهورية وما انت بعد كده خصوص مكان الشامل وكان المبادرة بتحفر من دولة الأصلية والله سلوك المهاجرين المقدرة تغير بعض الصور ده من إدارة الأسلحة دي أربعة فبدأوا يتجول في الأعلام يبقى أنت هنا مش كان عليك إلا المصلحة معك إيه مين بقى ومنصف القضاء المتخصص نوتي المجموعية على الإجراء واضح؟ طيب نيجي بقى سببها من الضطيقة القضية يجي الضطيقة الضطيقة القضية العامة يجي الضطيقة القضية الخاصة هي الهمان إن هو يمنح أو يمنح وزير العام الانتفاع مع وزير المخصص الضطيقة القضية الخاصة لبعض الموظفين الذي يطلق أمر إن هم يقوموا بتطبيق بعض القوانين مهندس او موظف لا يجوز ليه ان هو يعترض تاجر مخدرات او اي حاجه من كده. طب ليه منعه؟ اختصاصه. طب ليه منعه؟ لا يروح يبلغ عنه. يقول له لو سمحت اديك او ربنا بلغ. ياخدوا المفروض يروح مثلا يقول انه بيدفع ايه الورقات كذا. يصطحب الاقرب مامور ضبط القضاء المختص في المسمى 38 للقضاء. العقد الاقرب مامور.
ضرب قضائي محدود. ويبلغ الغرض احد كده الصوت العام. المادة تبنى 37 من القانون القانوني. لازم تتذكره. لان من غير قواعد عامه من غير ما تفتح مسار مخك كده شويه واحده واحده تمل الاول من المحاضره تهبط شويه تنام شويه تصحى شويه بس في النهايه لازم تعرف ان الذاكره لازم ايه؟ تشتغل شويه ماشي وبعد ما تشتغل كده تطلع قريحه بقى هنا ايه؟ تفرز ده بقى ما لديها من خيرات ما احنا عقلنا ده خلي بالكم جبار بس احنا بنستخدمه في حاجات بطريقه صح؟ طب ضبط الرقابه الاداريه نعم ضبط الرقابه الاداريه ضبط الرقابه الاداريه عنده قانون لمنظمه طبعا وضبط الرقابه الاداريه طبعا عنده قانون خاص بمنع وصفه التوصيل القضائيه وتطبيقه على جرائم خاصه في على صوب الجمهورية 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 يعني مثلا ضبط القانون الإسكندرية ممكن يضبط المحيرة أو ممكن ممكن ارجع القانون يبقى القانون الإسكندرية أكيد بيمنعوا صوب التطبيق يعني من صوب الجمهورية لأن المحيرين عندهم قرارات مختلفة في كل المحافظات إنما هو ده شكل صوب التطبيق وده ما يطالب الأمر إنه محتاج إجراءات من المال العام محتاج اكتتاب يعني هو المحسن يقول لنا نحكي عن مشكلات مطالبة البصير القضائية ومشكلات مطالبة النسبية ما في مشكلة زي ما قالنا هو البحث عرضها بس بشكل طب انتوا ايه رأيكم؟ انت كده بقى بشكل يعني مش عارف انا دايما بقول مع التطبيق اللي بيتمنى بس انتوا بالنسبه لي افضل طبعا من ناحيه قانونيه لا يعني لي الامر حتى كان احد الباحثين اللي عمل رساله الطرف قال لك ان احد شروط الطرف في مجلس الشعب اللي هو اصغر مجلس من الوقت المفروض هو حصل على صمته هو منطقي صراحه بس طبعا ما تقدرش تقيم يمنع جموع المواطنين عن الطرف هيبقى شرط غير دستوري بس على الاقل يبقى عنده فكره عن القانون انتوا مؤكد معاكم صمت انا عامل تنانين دلوقتي بسمعكم خالص من الاثنين يعني ماشي فطبعا انت دلوقتي في مقام المتابع انت ايه رايك؟ هل من المنطق اني اعمل حسابات التغطيه القضائيه القرار؟ عباره عن جريده وقناه تلفزيونيه وصحف.
خلافات حسابيتها أو مشاكل حسابيتها إن القانون العادي قانون 24 تحدي الأقصى النار أعمال النار الخاصة 2009 مش عارف هي موجودة تحدي هنا ولا لا خاصة في المادة 22 القانون ده العادي فطبعا مش عايز أقول لك إن أنا جاي وطبعا لكم القانون هو قانون 9 سنة 2009 ده قانون مهم جدا محافظة في بعض خاصة من المادة 22 من يعني ثلاث بعض المواد المهمة هذا هذه بس الصورة على مادة 22 وبعد كده في قانون صدر سنة 2015 بعدين ايه القانون ده؟ 2015 وصدر الرجال 2016 حد طبقا احكام هذا القانون اللي هو قانون البيع الاحتفاظ بالسجل
يبين تأثير نشاط المنشأة على النموذج كذا والبيانات التي تدور فيه. يعني ده بيقول لك السجن، فإذا لم يقم بذلك خلال 60 يوما كان الرجال متصف بهذا الأمر الواقع إيه؟ جهاز متصف الغير، جهاز حماية البيئة، منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات. يعني من حق محرر المحضر إن يمنحه مهلة محددة لتصحيح المخالفة، وإلى حق الجهاز أن يقوم بذلك على مرض المكان وقت النشاط لحين ذلك قرار المكافاه. عارفين هنفعله ايه؟ ما هنا اللي بيحس في الكتاب معلق على الماده دي قبل التعديل. شوف هل المشارع استجاب لاقتراحه ولا لا؟ عشان كده بقول لك قبل ما تقرا الكتاب، لان انت قلت ممكن تقرا الكتاب ده نص ساعه، صح؟ نص ساعه خلاص ده ما يجيش من صبر. هذا الرب مستعد. بس قبل ما تقرا الكتاب لازم تعرف حاجه. لازم تقرا الإجراءات الجنائية كويس قوي فيما يتعلق بالضبط القضائي والإثبات. لازم تجيب القانونين. لازم يبقى عندك أولا القانون 4، قانون 4 لسنة 94 اللي هو قانون البيئة نفسه الجزء. لازم يبقى عندك القانون 9 لسنة 2009. لازم يبقى عندك القانون 105 لسنة 2015. طبعا عن ذلك لازم يكون عندك اللائحة التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالمواد اللي بيتناولها البحث. عشان كده لما تيجي تقول لي طب ايه النهارده احنا استفدنا ايه؟ شيء طبيعي. احنا البحث بنقسمه جزئين، الجزء الخاص بالمشكلات المتعلقة بالضبط القضائية والجزء الخاص بالإثبات. في الجزء الخاص بالمشكلات المتعلقة بالضبط القضائية هو بيتكلم عن الحماية بيتكلم عن أربع مواضيع. بيتكلم عن الأدلة القانونية الملازمة، عن واجبات مأمور الضبط القضائي، عن الحماية القانونية لمأمور الضبط القضائي، عن التزام مأمور الضبط القضائي بعدم إنشاء تسلل بينهم. دي أربع موضوعات في الضبط القضائي. حضرتك يعني افرض ان مش حضرتك اللي بتصحح الماده، طب هو بتوصله ازاي المعلومه؟ لو حضرتك اللي عارف اه
تكون صح بشكل عام. فأكيد في حد متفرق ويبقى عنده نموذج واضح، والنموذج الواضح هو الكتاب. ماشي، ده مش متوفر معايا. لا انا مرات ان شاء الله انا انصح بنفسي بسبب بسيط، هناك كان 2000 طالب، كان كتير قوي 100 طالب مفيش مشكله عارف. فطبعا ممكن يعني السؤال يبقى فيه نوع من انواع المحاوله مع الطالب، لان انا حضرت وعارف كل معلومات ايه وعارف هو ذاكر ورايا ايه وما كان يجب ان يفعله ورايا الاجابه وما كان يجب ان لا يفعله، كل ده انا عارفه. وبالتالي هتاثر عباده في هذا انا في الموضوع حتى في الدراسه الجديده ان شاء الله انا هصح. فبالتالي مش لا بس مش عارف كنت بتقول يا ريت التاني كان افضل يعني كان افضل. اتفضل. حد عندك سؤال؟ Yeah.
لدرجه ان هو معرفه طريقه قلب العينات والحكم على العينات وادراك الحاجات على بعض الصور وكيفيه ادراك اتحاد الانتاج يعني عايز
في حد الآن كثير مش عارفين على الطرق اللي الحديث عن الجنة ده نوع من أنواع التركيز. في بعض من الكلام عن الجهة المانعة من على الجهة المانعة في الجنة والعكس فأنا أتفضل على الجهة ده يمكن من الأرض الموضوع لما يجي تحضر فيها ده من الأرض الموضوع ليه؟ طب وش يا أخي حمز لا ليه؟ لأن تتسع المشروع تحت الرحمة انت بتتفرج على الجهه تتجاهل الاقتصاد انك مش بتتفرج على الجهه انت بتتجاهل انتشار الامراض وبالتالي بتتجاهل انك تصرف على علاج هذه الامراض وهكذا كلنا مشاركين في الفلوس فيها فيه بس انا بكلمك على ان لازم يكون عندنا قسم مشروعيه من الموارد واحنا متطلبين خلي بالك دي المشكله ان اخواننا العلميين لان انا في القانون انا شاركت في القانون منعزلين تماما عن بعض انا قانوني معزل عنه وهو معزل والعالم الموجود ده عالم موجود في مجال الدكتور والعالم التاني موجود في مجال الاسمنت وهكذا حسيت ان احنا اول مره نجتمع عشان نتكلم وده كان شيء جاي ازاي؟ لكن انا مشكلتي عندي كذا انا مشكلتي عندي ده صداقتي من ناحيه قانونيه ازاي ارجع لتالي انما المشكله ان احنا بنعمل في كل مره معزل يعني طب ايه دور جهاز التنفيذ؟ طب هو بيحرر المحضر ازاي؟ طب المشكلة وحي المريض خلي بالكم يا ما تهونا بتاع اسكندرية كله خاص يعني هاي المشكلة بتاع المريض واحنا واجهنا كذا خلي بالكم لا ورطي ورط ما بينزلش ما بنشوفش ولا تروح على لسان بتاع تلاقي بيني وسيم ما مش عايزين نتحكم في طريقة الإمكانية ممكن أمام طريقة الإمكانية تبقى عندنا على طريقة توعية انت عارف ايه الاكت وايه الوطن اللي هو نفسه مش هنطلع نفسنا في امريكا ولا في قانون البيئه في امريكا ولا غيره لا وبعدين مفيش حاجه اسمها قانون بيئه موحد يعني طبعا في غيره لا انا هم عندهم بس قوانين هي دول على الاجابات قانون فرض الالات او الزراعه لكن ده واسع قوي ده انت تغطي جوانب الهواء والميه والبرد ده كسر انما هو عندهم طريقه حتى في القانون كيفيه التعامل المحرر المحضر مع المخالف. ان هو قدر ان المخالف في قانون البيئه هو بيرتكب الجريمه على مدى عام. فهو محتاج نوع من انواع التعامل مختلف تماما عن اللي بيرتكب الجريمه بدرجه عامه، بيرتكب على واحد. لدرجه ان القانون ده انا عندي مصدر ليه غريب يعني انا مذكور وجيه. كيف يتعامل اللي هو المفتش فيه يعني يبتسم هو جاب المخالف. هو بينقل له بالذات اللي بيعمل ويشكل المخالف. وخاصة المقارن على التقدير. ما انت بتشتغل عشان تعطل وما تعطل الامتداد واحدين. هتعطل عشان كده القانون حتى القانون المصري اللي كان يقول لك ايه؟ منح مهلك لاداره المكان او منح مهلك لتوظيف الاوضاع. يعني ايه توظيف الاوضاع؟ يعني هو ما عندوش بلاش. دي عشان تقلل نسبه التلوث اللي بتاتي من التصاعد الاخير. والله لازم تركز كلام. حتى القانون لما صدر على القانون ثلاث سنوات لتوظيف الاوضاع. طب ايه القوانين اللي بتتمطمط خالص الموت والوزيره اللي بعد كده والمدراء اللي يعني نواله بعد كده بماده دي هو اللي بيصدر القانون. ويبتدي توظيف الاوضاع كتير قوي وعلى اي اساس. هو يعني انا Thank you.